السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أسماء محمود، معيدة بقسم علم الحيوان تخصص فيزيولوجي كلية العلوم جامعة بني سويف. مكملين مع بعض تجارب الباثولوجيكال تيست اوف يورين، وتالت تجربة معانا تيست اوف كيتون بادز ان يورين اللي هي الكيتويريا. البروسيدور بتاع التجربة، عندنا تيست تيوب هنبدأ نضيف فيها 2 ملي يورين بلس أمونيوم سلفيت. هنبدأ نضيف الأمونيوم سلفيت ونرج كويس جدا لحد ما تحصل عملية ساتوريشن. بعد الساتوريشن نبدأ نضيف حبيبات أو كريستال من الصوديوم نيتروبريسيد، ويفضل يكون عددها قليل يعني فرنج 2 أو 3 كريستال. بعد كده هنبدأ نضيف الأمونيوم هيدروكسيد على الجدار التيوب، تمام؟ لو اتكون فايلوت ترينج ده معناه ان الكيتون بادز بريزنت، لو ما اتكونتش الفايلوت ترينج تبقى كده الكيتون بادز نوت بريزنت ان ذا يورين. نبدا ننفذ التجربه، 2 مللي من اليورين امونيوم سلفيت نبدا نضيف ونعمل تشيكن. بعد ما عملنا عمليه الساتوريشن باي امونيوم سلفيت نبدا نضيف صوديوم نيتروبروسيد 2 كريستال في منتصف التيوب، تمام؟ بعد ما اضفنا الصوديوم نيتروبروسيد نبدا نضيف عليهم الامونيوم هيدروكسيد على جدار التيوب دروب وايز، تمام؟ نبدا نضيف الامونيوم هيدروكسيد دروب وايز على جدار التست تيوب، ونبدا نلاحظ تكوين الفايلوت رينج. فين الفايلوت رينج اتكونت، وبالتالي هتكون الفايلر ريزلت بتاعتنا الكيتون بادز بريزنت ان ذا يورين. وبكده كنا وصلنا لنهايه التجربه بتاعتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.